لكن ايضا معايا في هذه اللحظات الاستاذه دينا المسترلي، طبعا عضوه مجلس اداره نادي سبورتنج. برحب بحضرتك في البدايه، وعايز اخد تقييمك للبطوله من الناحيه الفنيه والمشاركات طبعا بالنسبه سواء النادي الاهلي سبورتنج وبقيه فرق البطوله. والله البطوله امبارح كانت حلوه جدا، ويعني احنا الافتتاح كان كويس وكله، بس الالتراس كان صعب قوي في الماتش بتاعنا، بس الحمد لله دي اول مشاركه لبنات سبورتنج في البطوله، في البطوله العربيه او اي بطوله افريقيه كمان، ودي هتبقى البدايه. وانا احب اضيف ان احنا بنات سبورتنج كلهم بدون استثناء ما همش لا محترفين ولا اي حاجه، واعمارهم كلها بتتراوح بين مثلا 17 سنه و22 سنه، فده في حد ذاته انجاز، ويا رب بقى ربنا يكرمهم كده. والحمد لله انا بهنئهم بمكسب النهارده على السودان، وربنا معاهم بكره ان شاء الله وبعد ويوم الخميس باذن الله. اول مشاركه لفريق سبورتنج في البطوله العربيه، الاهداف بالنسبه لكم شايفينها ايه، او طموحكم من خلال المشاركه دي ايه بالظبط؟ والله احنا نتمنى ان هم يحققوا ميداليه، ولو برضو ما حققوش ميداليه يعني اتمنى ان هم دي تبقى اول مشاركه ليهم، احتكاك اول مره يبقوا يعني بيلعبوا حاجه بطوله دوليه او بطوله يعني عربيه او كده، فانا حابه ان هم يعني يحسوا ان الرهبه بتاعت البطولات دي تروح منهم، وبعد كده بقى كل حاجه هتبقى ان شاء الله يعني اول خطوه، وكله بعد كده بيبدا ونستمر ان شاء الله باذن الله. في او بتحاولوا تسعوا ان انتوا تحرزوا بطولات السنه دي من خلال المشاركه في بطولات الاتحاد المصري لكره الطايره؟ والله هم سبورتنج عامه بناتنا يعني دايما بيطلعوا بياخدوا ميداليه في الدوري باستمرار طول عمرهم، فاتمنى برضو ان احنا طبعا السنه دي ان احنا نحقق حاجه ان شاء الله. احنا يعني احنا السنه اللي فاتت كنا ثالث الدوري، وبنتمنى السنه دي على الاقل نبقى تاني او اول، وربنا معاهم، بس احنا يعني عشان البنات لسه كلهم اعمارهم صغيره، فده في حد ذاته يعني ان شاء الله يعني احتكاكات كويسه ليهم، وربنا يكرمهم ان شاء الله وباذن الله يعملوا حاجه السنه دي باذن الله. مين الاقرب للفوز بالبطوله العربيه رقم 19 من وجهه نظرك او من خلال متابعتك للمباريات سواء امبارح او النهارده؟ انا متهيألي ان هي البطوله هتنحصر بين الاهلي وكرتاج التونسي، بس اتمنى طبعا كل التوفيق للاهلي وصفاقس التونسي. صفاقس التونسي، اتمنى طبعا كل التوفيق اصلا للاهلي ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي، ربنا يخليك. لسه مستمرين معاك كابتن هيثم.